أهلا وسهلا. تلقى مؤشر الدولار بعض الدعم حول مستويات 101 مع بيانات الناتج الإجمالي المحلي الجيدة، واللي أظهرت نمو اقتصاد أمريكا بنسبة 2.9%، اللي أعطى بعض ارتياح للفيدرالي الأمريكي بخطتهم حول الهبوط الناعم، بمعنى انخفاض أرقام التضخم وتجنب الركود. بينما بتداول النفط خام غرب تكساس فوق مستويات 80 دولار مع توقعات ارتفاع الطلب بعد تخفيف القيود الصارمة في الصين. كان الدولار الأسترالي قد سجل ارتفاعات مقابل الدولار الأمريكي لأعلى أسعاره منذ منتصف عام 2022، مع تسجيل مؤشر التضخم أعلى قراءة له منذ عام 1990. كانت المؤشرات الأمريكية قدمت أداء إيجابي مع موسم أرباح الشركات، فشركة تسلا مثلا قدمت إيرادات أعلى في الربع الرابع بنسبة 11%، ومع قلق المستثمرين طبعا حول ضعف قطاع التوظيف في قطاع التكنولوجيا مع عمليات تسريح الموظفين. طبعا نحتاج متابعة اجتماعات البنوك الرئيسية وبعض البيانات الاقتصادية في جلسة الأسبوع القادم. نبدأ مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي. فاجتماع الفيدرالي الأمريكي ممكن يحمل معه توقع لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 4.75%، بينما بنك إنجلترا ممكن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمستويات 4%. أما بنك أوروبا متوقع فيه أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمستويات 3%. أما مع ختام الأسبوع فمهم جدا متابعة تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ بالنظرة الفنية لجلسة الأسبوع القادم مع الذهب. فتداول الذهب ضمن نطاق عرضي في جلسة الأسبوع الماضي، ولا يزال يتداول الذهب عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2022. يتداول حاليا أعلى المستويات النفسية 1900، لكن قد شكل انحراف سلبي على فريم الأربع ساعات، على الإطار الزمني الأربع ساعات، أدنى مستويات المقاومة السعرية الأسبوعية 1958. ممكن تدفع الذهب لتشكيل ميل تصحيحي نحو مستويات 1900-1896، لكن في حال اختراق المقاومة السعرية 1958 ممكن يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات نحو مستويات 1977. أما اليورو فاليورو يتداول عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، أدنى مستويات منطقة المقاومة السعرية 10865-10940. لا يزال ثبات التداولات أدناها ممكن يفتح المجال لتسجيل انخفاض نحو مستويات 10710-10600، لكن اختراق مستويات 10940 ممكن يدفع اليورو لتسجيل ارتفاع نحو مستويات 10900 ثم 1.10 سنت. ننتقل إلى الباوند. يتداول الباوند حاليا داخل القناة السعرية الصاعدة، فثبات التداول أدنى مستويات المقاومة السعرية 1.2450، واللي ممكن يدفع الكابل لتشكيل انخفاض لمستويات الحد السفلي للقناة الصاعدة عند الأسعار 1.2150. كسر هذه القناة ممكن يعطي المزيد من الزخم الهبوطي. نختتم بالتحليل الفني مع النفط خام غرب تكساس. فالنفط بيتداول أعلى مستويات الدعم السعري 78 دولار لخام غرب تكساس للبرميل الواحد، الارتفاع نحو مستويات 83.50 ثم 86 دولار ثم 89 دولار واردة مع ثبات الدعم السعري وعدم كسره. بالتوفيق للجميع.